التحضير لبطولة أو للمباراة النهائية بيبقى ازاي مختلف ليكوا كلعيبة؟ يعني انت فاكر ايه من التحضير والمعسكر وخلاص بقى أجواء المباراة النهائية؟ هو كل الكلام كان طبعا ان احنا نهدي المباراه او نهدي البطوله للجمهور والشهداء. يعني كل بصراحه كل اللعيبه، يعني ما بقولش كده وانا يعني عشان على التلفزيون، لا فعلا اللعيبه كلها ما كانت شغله بالها خالص غير ان احنا نحقق البطوله عشان نسعد الجمهور ونهديها للشهداء. كان وقتها الكابتن حسام هو اللي مسكنا قد ايه، برضه كان بيحفزنا في النقطه دي. مجلس اداره برضه كان بيحفزنا في النقطه دي، ما سالناش على فلوس، ما سالناش على مكافآت، ما تركيزنا كله في ان احنا نوصل النهائي ازاي ونجيب البطوله. فاكر استقبال الجمهور ليكو؟ ده لا انا عايز اقول لحضرتك بقى ان احنا واحنا في المباراه قد ايه كنا احنا في لعيبه، مثلا يعني انا اول مره مثلا كنت العب نهائي، كان في لعيبه الجمهور كان مستغرب، والاعلام ازاي مجموعه اللعيبه اللي كانت موجوده بره دي، زي مثلا متعب بركات وابو تريكه وسيد معوض، ازاي اللعيبه دي موجوده بره وقدرت برضه بمجموعه لسه اول مره تلعب نهائيات وتحقق البطوله. لا كنا جيل، يعني جيل قد ايه مركز قوي وعنده يعني زي ما بيقول إصرار. عنده مسؤوليه، عنده مسؤوليه في ان هو يحقق البطوله، وده اللي خلينا كسبنا البطوله كل الظروف اللي فاتت دي. يا رب يا كابتن نحقق الفرحة دي من تاني إن شاء اكيد الله، اكيد طبعا ونعيش الفرحة دي من يا رب جديد. يا رب. وبشكر حضرتك إنك كنت معايا النهاردة طبعا. بشكرك طبعا يا ساره، ويا رب ان شاء الله زي ما قلت لك قبل الحلقه ان احنا نيجي الجمعه ان شاء الله الجايه ونحتفل بالبطوله، بطوله غاليه جدا. اتمنى طبعا من كل اللعيبه باذن الله تبقى في حالتها، طبعا بتمنى الشفاء طبعا لوليد سليمان طبعا، يعني صديق العمر طبعا، ان شاء الله يعني كلمته بخير، يعني ان شاء الله يبقى قوه ضربه برضه في المباراه.